لتسليط الضوء أكثر، مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من واشنطن السيد انتفاض قنبر، رئيس تحرير جريدة المستقبل. مرحبا بك سيد انتفاض. يعني يبدو أن هنالك مواقف متباينة في ما يحصل بالعراق، برأيك هل يعتبر موقف الصدر أكثر اتزانا تجاه الأزمة، وأن الفصائل في حال تورط العراق بأزمة جديدة؟ بس يعني عذرا تصحيح، انا رئيس مؤسسه المستقبل وليس جريده المستقبل. مرحبا بك بكل المسميات. اشكرك. يعني شوف، اللي يحصل اليوم اصبح من الصعب اخفائه في واشنطن. الاداره بايدن واطراف في اداره بايدن مسؤوله عن سياسه العراق حاولت أن تقدم الحكومة العراقية إلى واشنطن وإلى الوسط الأمريكي بأنها حكومة ديمقراطية معتدلة مهتمة بالبناء، حكومة أقصد السيد محمد الشاه السوداني، لكن الكل بدأ يدرك والضغط يزيد كل يوم. وما ذكرته جنابك من تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية، لأول مرة هناك تهديد مباشر لإيران، نفس هذه المجموعة اللي أرادت أن تصالح مع إيران وتخلق نوع من الهدنة مع إيران داخل العراق، هي الآن محرجة. وأنا أعتقد هناك حتى احتمال يصير تغيير في أسمائهم، وهناك منهم من تم طرده يعني وتم تجميده إلى حد ما، وخاصة مسؤول المباحثات مع إيران روبرت مالي. ولذلك أنا أعتقد أن وأؤكد أن المواجهة بين أمريكا وهذه الميليشيات هي ليست فقط ستكون مواجهة مع الميليشيات، لأنه كما قلت أو أريد أن أقول أن هذه الميليشيات هي تستلم راتب من الحكومة العراقية، وباعتراف السيد محمد الشاه السوداني والحكومة العراقية بأجمعها رسميا أن هذه الميليشيات هي جزء من القوات المسلحة العراقية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة محمد الشاه السوداني. نعم. فهل أن محمد الشاه السوداني موافق على ما يحصل؟ يبدو هو غير موافق لأنه أدانها. هل أنها تحدث بدون سيطرته؟ هذا إخلال وشهادة بضعفه وبضعف حكومته وبعدم وجود حكومة. هناك متطوعين يذهبون إلى جبهات القتال رواتهم على الدولة من الحشد الشعبي، هناك أطراف تضرب القواعد العراقية وليست أمريكية، هاي القواعد وفيها أمريكان وهم أيضا يستلمون رواتب من الدولة. ولذلك شهر العسل بين إدارة بايدن اللي طول أقل من سنة على وشك أن ينتهي مع العراق، ونحن نلاحظ التضييق والخناق الاقتصادي المستمر على حكومة بغداد بسبب أزمة الدولار. والحقيقة أنا أظل أكررها، الحافز لهذا التضييق المالي هو التضييق المالي أو معاقبة بغداد لكردستان. طيب، الموضوع الكردي في واشنطن حرك المشاعر. نعم. حرك الأجهات السياسية ضد بغداد، اللي هي تعتقد وأنا كذلك أعتقد أن الكرد هم الحلفاء الحقيقيين الوحيدين لأمريكا. طيب سيد انتفاض، يعني برأيك هنالك من يصف الهجمات التي تتعرض لها القوات أو القواعد العراقية وتضم قوات أجنبية بأنها رسائل سياسية، ما فحوى تلك الرسائل ومن المستهدف بالرسائل؟ المستهدف هو يعني جس نبض أمريكا، تخويف أمريكا، لأنه هناك إدراك إيراني وهذا الإدراك يمرر إلى عملائهم في العراق وفي سوريا وفي كل المنطقة، أن إدارة بايدن غير مستعدة للمجابهة مع إيران. من خلال ما لاحظوه من تصرفات هذه الإدارة ومحاولات التقرب بأي ثمن لإيران وتبادل سجناء وإطلاق 6 مليار دولار التي تم تجميدها الآن مقابل الرهائن، وسبقها 10 ملايين دولار أطلقت من قبل بريت ماكيرد مسؤول ملف العراق لإيران في الصيف الماضي. كل هذه العلامات إيران تعتقد أن إدارة بايدن غير قادرة، وحتى أنا على اعتقاد راسخ أن عملية طوفان الأقصى عندما بدأت
كانت إيران لا تتصور أو لم تضع في حسبانها أن رد بايدن سيكون بهذا القوة، لأنها كما قلت كانت تتصور أن بايدن أضعف من ذلك، وتاريخ إدارته على مدى 3 سنوات أثبت أنه ضعيف مع إيران. ولكن الموقف الذي أخذه بايدن كرئيس فريد من نوعه. واليوم وصلني تقرير، أكبر تجمع بحري لقوات بحرية قتالية عالية المستوى في تاريخ منذ تشكيل حلف شمال الأطلسي الناتو إلى اليوم، أكبر تجمع بحري أمريكي الآن موجود في شرق البحر المتوسط، أضف إلى ذلك المدمرات والسفن البريطانية اللي التحقت. طيب سيد انتفاض، يعني التباين في مواقف الفصائل حول القصف الذي تتعرض له القواعد ربما يؤكد أن البعض يقول أن وساطة السودان لإيقاف الهجمات قد انهارت بعد أن حشدت الفصائل أذرعها لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق. يعني ليس فقط انهارت، يبدو لم تكن موجودة هناك أي سيطرة. يعني أنا أقول وأكرر، عبد الأمير يار الله، الفريق عبد الأمير يار الله رئيس أركان الجيش، هو يجب أن يوافق على كافة تحركات القوات المسلحة، هذا معروف بالعلم العسكري وكذلك بالوضع العراقي، لأنه رئيس أركان الجيش. ما هو دوره؟ هل هو موافق على هذه التحركات؟ هل أعلن بها؟ احنا حسب ما نسمع أنه هو يدري يعرف بها وموافق عليها. كيف يوافق عليها دون موافقة رئيس الوزراء اللي هو رئيس المباشر؟ يعني هذا يدلل على هناك ليس فقط تصرفات خاطئة من الميليشيات التي تورط العراق في صراع دولي لا ناقة لنا فيه ولا جمل، إضافة هناك فوضى في إدارة الدولة العراقية. طيب إذن إلى ماذا ستلجأ الحكومة العراقية ربما لمزيد من الرضا الأمريكي إذا صح التعبير، أو لمساهمة تهدئة الموقف في العراق على وجه الخصوص؟ يعني أنت تعرف وأنا أعرف، ما أعتقد رئيس الوزراء محمد الشيعي السوداني يريد هذه المشاكل تصير، لكن لا سيطرة له. تجدهم فقط ينتظمون وينفذون الأمور بسرعة وبكفاءة عندما يكون الموضوع معاقبة كردستان، فقط هذا الموضوع يشتغلون عليه بكل حرص وأهمية. هسه بدأ مسلسل محاولة إغلاق شركة كورك، نعم، وكل القوانين الكونية يريدون يطبقوها على كردستان لكن ما تطبق على أي مكان آخر في العراق. فقط هذا الموضوع تجدهم متهافتين في معاقبة الكرد، أما مع أي طرف ثاني هم ضعفاء مهلهلين، ولا يوجد حكومة ولا يوجد سياسة واضحة. نحن في دستورنا موجود لا يجب أن نشارك في أي صراع دولي. ثانيا، حتى إذا أردنا كدولة عراقية نساند الفلسطينيين، انا مو ضد، اكيد اريد الشعب الفلسطيني نقف معه. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، حماس انقلاب على الشعب الفلسطيني واعدمت 450 واحد من فتح شمرتهم من اعلى البنايات في عام 2007 في انقلاب غير شرعي. طيب. يعني حماس حالها حال القاعده حال داعش في العراق. نعم. لا يمكن داعش السيطرة على الموصل وتمثل العراق، لا يمكن هالشيء. سيد انتفاض، يعني ما الخطوات الفعلية داخل الساحة العراقية وأيضا في العراق بالتحديد التي ستلجأ إليها الحكومة؟ هل ربما برأيك يعني دمج الفصائل بالمؤسسات الأمنية والعسكرية؟ هل ستعمد على هذا الحكومة على هذا الخيار مقابل أن تهدئة الأوضاع في العراق؟ أخي إحنا في عام 2005 لما كتب الدستور أنا كنت حاضر، كانت هناك مادة 9 من الدستور تقول دمج، يعني لا يوجد تشكيل ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. إذا تشكيل الحشد هو مخالف للدستور، وبموجب هذه الفقرة اللي ذكرتها لا يجوز تشكيل ميليشيات خارج القوات المسلحة، تم دمج ميليشيات بدر في وقتها اللي رجعت من إيران بعد سقوط نظام صدام في الجيش العراقي، وحتى قمنا نسميهم ضباط الدمج. يعني هم انقلبوا حتى على ما أرادوه في الدستور، هم أرادوا هاي الفقرة في الدستور لكي يندمجوا بالجيش. بعدين من إيران غيرت مسارها وصار عندها طموح أكثر بالعراق، يريدون يسوون حرس ثوري مثل حرس ثوري إيراني ثاني في العراق أو ملحق بالحرس الثوري، بدأوا يعني كل تشكيل الحشد هو تشكيل غير
غير دستوري، ليس فقط غير دستوري، حتى غير شرعي دينيا، لأنه أنا قرأت بتمعن فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي اللي قال بالالتحاق بالقوات المسلحة وليس تشكيل الحشد. السيستاني لم يذكر تشكيل الحشد على الإطلاق حفظه الله. نعم. وأنا أقول لك بعض الناس يقولون يجب أن تخرج فتوى لتفليش الحشد أو لتفكيكه أو لحله. السيستاني لا يستطيع أن يخرج هذه الفتوى لأنه لم يؤسسه على الإطلاق ولم يطلب تأسيسه، فلا يمكن أن يطلب حل حشد هو لم يؤسسه إطلاقا. قال الانخراط في الدفاع عن الوطن والدين ضد داعش، لم يقل تشكيل حشد، والحشد هو لا دستوري، وأكرر ضد فتوى المرجعية. الصورة نعم.